أجمل الصباحات عليكم مشاهدينا وين ما تكونون. صباح جديد لبرنامجكم برنامج صباحكم، بلش بي بساعة ونص من المواضيع المتنوعة والمختلفة. صباح الخير مشاهدينا لكل من يتابعنا على شاشات التلفزيون. نبتدي وياكم أولى فقراتنا من فقرة عدكم خبر، وخلينا نشوف شنو آخر وأهم الأخبار. أعلن الهلال الأحمر العراقي عن دفعة مساعدات إغاثية ستصل إلى غازي عنتاب التركية على متن الطائرات العراقية، عبارة عن مساعدات إنسانية للمنطقة المنكوبة بالزلازل، وستصل بتنسيق ودعم الحكومة العراقية. وأضاف الهلال الأحمر أن فريق إنقاذ عراقي توجه إلى تركيا للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال الذي تجاوز عدد ضحاياه لحد الآن 11,000، فيما دخلت عمليات الإنقاذ مراحل حاسمة. توقعت هيئة الأنواع الجوية تساقط للأمطار بدءا من يوم الجمعة، فيما توقعت أن يستمر الجو اليوم الخميس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما راح يكون طقس المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط أمطار خفيفة الشدة مع تساقط للثلوج في بعض الأماكن، يتحول إلى غائم جزئي ودرجات الحرارة معتدلة في عموم البلاد. وتوقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس الجمعة في المنطقة الوسطى صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات المطر في الأقسام الغربية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ودرجات الحرارة ستكون معتدلة. أعلنت وزارة الكهرباء عن مشاريع جديدة في 4 محافظات، في بغداد وواسط وديالة والأنبار، فيما أكدت اتخاذها إجراءات لحل الاختناقات استعدادا للصيف المقبل، مشيرة إلى أنه إنجاز العديد من الخطوط والمحطات وتصنيع المتنقلات. طبعا مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الوسطى رياض عريبي أكد في تصريحات رسمية استعداد القطاع لحل اختناقات الصيف المقبل، والخطة على مرحلتين، الأولى وثوقية عمل الشبكة الحالية، أما المرحلة الثانية فتتضمن تحديد مناطق الاختناق وإيجاد المعالجات من خلال إضافة محولات أو متنقلات أو مد خطوط بما يتناسب مع حجم الاختناق. وأعلن البنك المركزي اتخاذ إجراء جديد لمراقبة عملية شراء الدولار، فيما تقرر تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بشراء العملة الأجنبية الدولار. طبعاً أكد البنك المركزي في بيان أنه سيتم استقبال الشكاوي والاستفسارات أثناء الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 7 مساءً، وهي تعتبر خطوة للحد من التلاعب بسعر الصرف في الأسواق والصيرفات. يعني إحنا يعني ممكن أن تكون هذه خطوة جيدة نوعاً ما للحد من الاختلاف بالسعر، لأنه البارحة كمثال تروح الأكثر من مكان تشوف سعر الصرف من منطقة لمنطقة يختلف. صح. أكو ناس 35، أكو ناس جاي يقولون 40، 45، أكو ناس بعدهم مثبتين على 150، فإن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكون استقرار أكثر. طبعاً مشاهدينا هذه كانت آخر أخبارنا بتواصل، ونروح نشوف وياكم نشرة الطقس وراجعين. أما الآن مشاهدينا نروح إلى نشرة الطقس ونرجع لكم بعد ذلك.
مشاهدينا احنا مستمرين وياكم ومن فقرة المرور الى فقرة رياضة ويا كابتن عبد الله. صباح الخير. وياي اب قد ما نقدر نبسط التمرين، كل تمرين راح يكون عندنا 10 ريبس 10 ثواني جو 1 2.
تمارين جديده، نلتقيكم بفقرات رياضيه جديده، نرجع لكم بسرعه. مشاهدينا احنا مستمرين وياكم لكن بعد فاصل قصير. الأنظمة الغذائية والصحية في تطور مستمر، وتدخل بهذه المجالات وخاصة التغذية الطرق والتجارب العلمية والعملية، لأنه تعرفون الشغل الشاغل في السنوات الأخيرة هو الاعتناء بالجسم والتقليل من السمنة، بعد ما مرينا بفترات من البحث عن السمنة. اليوم تغير الوضع، التسعينات كانت الناس كلها تريد تسمن، هسه كلها تريد تضعف، ما نعرف هسه من تروح الأم تروح تخطب شو تريد، سمينة ضعيفة. قبل كانوا حتى البنات من يريدون يعرفون أنه راح يجون عليها أهل الولد تروح تأخذ دكسن من صيدلية أو من أي مضمد، جرعة قوية تفح الوجه وهذا. هسه طلع بالعكس، ما أعرف يعني تغيرت الأمور، كلها تغيرت. على العموم إحنا بكل الأحوال راح نسولف على الأنظمة الحديثة للدايت. حتى نحكي أكثر عن أنظمة الدايت وتفاصيلها، تنضم ويانا يعني خبيرة التغذية الدكتورة يمامة زهير. أهلا وسهلا دكتورة، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباحكم مريض إن شاء الله. صباح الخير. صباح الخير والسعادة عليكم. بلال قال الناس كانت تريد تسمن. صح. أي بس الناس ما كان عندها هيك مطاعم وهيك كمية دسم بالأكل. بالفعل. وكانت كان الأيدول ليلى علوي. هسه الايدول جورجينا يعني عد بخيرها يعني هيك يعني بخيرها ومتفحه وهذه وزند والدكسن اللي ياخذوه حتى الوجه يصير قيمر ويورد وهالسوالف هذه. بس فعلا هي طبعا السمنه، وخاصه احنا ورا ما صارت كورونا، واحنا خاصه بالعراق يمكن ما كنا هالقد نعاني من السمنه، بس اللي صارت واغلب الاشخاص كانوا موجودين، كانت الناس تتحرك تمشي تطلع حاليا والسوشيال ميديا والموبايلات كلها طبعا هذه تخلي الشخص او تخلي حتى الاطفال، احنا هسه نعاني من مشكله من الاطفال اللي اوزانهم صار صح. اوزان يعني اكثر من الوزن الطبيعي، صح يعني البدانه السمنة عند الاطفال البدانه، بحيث يعني هذه اللي فعلا يراد لها شغل حتى انه نزيد التوعيه عليها، نزيد التثقيف عليها، حتى يكون مجتمع يتبع سلوكيات صحيه تغذويه صحيحه حتى يوصل للوزن المثالي، او حتى ما نريد نوصل للسمنه، خلي يكون شويه اوفر ويت بس بنسبه ما تزيد عن 10% من الوزن يعني الايدل. على العموم طبعا يعني للاسف الشديد مثل ما انه تشوفون انه يعني الدايت الكل يخاف منه، اول ما يقول لك دايت او راح ابدي بنظام غذائي او يعني راح استخدم راح ما راح اكل، ما راح اروح كافيات، ما راح اروح مطاعم، ما راح طبعا لازم احنا نتبع سلوكيات صحيحه، واللي هي هاي السلوكيات الصحيحه اللي تؤدي الى بناء جسم صحي مثالي بوزن مثالي يتلائم ويا طوله زين، حتى يكون مقبول من المجتمع ولا تصير هذه حالات التنمر اللي احنا للاسف الشديد نلاحظها هوايه. بالنسبه للانظمه الغذائيه، عاده الانظمه الغذائيه الموجوده هي طبعا كلش واسعه زين، وتختلف باختلاف الاعمار، باختلاف الامراض، باختلاف الأشخاص ورغباتهم واللي يريدون أنه يتبعوه أو ينفذوه من الأنظمة الغذائية. صح. طبعاً أنا راح أحكيكم عن شوية من القديم قبل ما أبلش بالأنظمة الحديثة اللي طبعاً هي أدنى اللو كارب، اللي هي طبعاً تعتمد بيها أنه تقليل نسبة الكربوهيدرات واللي هي لها أهمية كبيرة. طبعاً هي نفس النظام الغذائي اللي إحنا ناخذه اللي يكون 50% كربوهيدرات، اللي يقصد بها النشويات البروتين، النشويات اللي هي التمن، الرز، اللي الصمون، الخبز، المعجنات، المعكرونات، بالإضافة لوجودها بعض الخضروات مثل البوتيتا. لها نحتاجها 50%، البروتينات احنا نحتاجها 30%، والدهون نحتاجها 20%، هذا كمعدل الغذاء اللي احنا ناخذه. زين. شو يصير باللو كارب؟ احنا نقلل نسبة الكربوهيدرات الموجودة. فعلا لانه شافوا انه هذه الكربوهيدرات اذا ما تكون بها هو قريب من الكيتو يعني قريب ممكن انه يكون بس ما تكون بها زيادة بالنسبة الدهون ولا زيادة بالبروتينات، هي تبقى تقريبا يعني
بس مجرد نقرر الكاب تكون متوازنه يعني. بالضبط. ليش احنا عاده الاشخاص وشنو فرق عن الكيتو دايت؟ الاشخاص عاده ما يحتاجون الكربوهيدرات لان هي تعتبر الطاقه اللي تغذي الدماغ، فبهالحاله انا راح تكون عندي نشاط الكافي حتى ادي مهامي. زين، بس شافوا انه هذه الكارب اذا بقت راح تتحول الى سكريات، وبالتالي هذه السكريات واللي طبعا ممكن انه تتخزن على شكل دهون داخل الجسم بحاله انه الشخص ما كان يمارس رياضه او ما يلعب رياضه او نشاطه البدني كان قليل. فهي واحده من الانظمه الغذائيه. الاكل لو فات اللي هو يكون قليل الدهون، وعاده هذا ما يخدم اصحاب اللي عندهم زياده بالدهون. زين، وهمينا لازم تكون منتظم. همينا احنا مو على اساس انه قللنا دهون لازم نزيد الكارب او هيك شيء، لا، نقلل همينا تكون التغذيه على الخضروات والفواكه بالاضافه الى البروتينات. نعم. عندنا الكيتو وانواعه اللي هو الكيتو العادي والكيتو الكلاسيك واللي طبعا يعتمد على البروتينات والدهون. الدهون تكون 75% أو 70% تكون البروتينات، 25% والكارب تكون 5%. طبعا هذه الأمور كلها تختلف. الكيتو أكو كارب؟ لا، الكيتو ماكو كارب. أكو كارب 5%. لا لا، أكو 5%. أكو اللي هو لا إرادي، يعني هو مو كارب خالص. اللي موجود يعني أكو هواية شاهية بها غير مباشر. بالضبط، الموجودة بالخضروات، الموجودة بالمكسرات، الموجودة يعني أنت ما رايد تخليه بس هو موجود أصلا. بالفعل اللي يكون بالخضروات الخضراء، ولذلك احنا نفضل اكثر شيء الخضروات الخضراء اللي تكون الورقيه بها، فهي موجوده بنسب معينه. لذلك حتى احنا بالمكسرات هي اوكي مقبوله ويا الكيتو، بس انواع معينه. صحيح. على شرط انه ما تكون الفستق، ما يكون الجازولين بها نسبه كارب عاليه. فنجي على شغله الجوز واللوز. اذا نجي نقارن نظام اللو كارب ويا نظام الكيتو، ايهما اللي يكون اكثر صحي واكثر يعني ما يسوي صدمه للجسم بعد فتره؟ طبعا هو اللو كارب، طبعا هي اكيد هذه ناس تفضل، هذه ناس تفضل، وحسب اللي اصلا حتى اللي اكتشفوا هذه الانظمه كل من يقول انه هذا احسن هذا احسن. بس تجين للواقع اللو كارب يكون افضل لانه هو تقريبا قريب من النظام الغذائي المعتاد قبل ما نبلش احنا نظامنا انه انظمه الدايت هذه. قلت لك انه الكارب نحتاجه لانه ينطينا هاي الطاقه. فهو عاده يكون ملائم، لكن اكو بعض الامراض ممكن انه نستخدم احنا بها الكيتو اكثر من اللو كارب. مثلا ممكن انه جماعه السكري، الأشخاص اللي عندهم مرض السكري، طبعاً ذولا يستخدمون، الأفضل أنهم تكون يعني اللو كارب، مو اللو كارب، عفوا الكيتو، لأنه إحنا حتى هاي الكربوهيدرات الموجودة ممكن أنه مثل ما قلت لك تتحول إلى سكرات، فبالتالي أنه تأثر عليهم، فالأفضل أنه يكون الكيتو. النساء اللي عندهم مثلا ايضا التكيسات على المبايض، هذه همينا ممكن انه تفيدهم همينا الكيتو دايت. فيعني وجماعه اللي مثلا اللي عندهم زياده بالدهون، احنا ما نفضل لهم او مشاكل بالكلى او امراض بالكلى، ما نفضل الكيتو دايت لانه هو اصلا اوريدي معتمد على الدهون، معتمد على البروتينز، فهنا ممكن أن تتأثر على الكلى أو ممكن تتأثر على زيادة الدهون والأمراض القلب وضغط الدم وهالأمور هذه. لازم يصير عكسي. هي يعني شنو أفضل الأنظمة اللي لازم تتبعها حتى لو مو يريد ينزل وزن؟ يعني هو النظام الغذائي مو شرط للوزن، للصحة أيضا. بالفعل، وعلى هالأساس هاي التصنيف الـ يعني هسا إذا أريد أقول لك بس مختصر كلمة، إنه أكو أمراض الضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، هذول عندهم نظام خاص يسموه داش دايت، هذا يعتمد على الخضروات. لذلك على هالتصانيف هذه وهاي الأنواع من الدايت الموجودة صنفوها على تقريبا 5 أصناف. زين. ممكن انه نقسم هذه الانواع الدايت عليها، وهذه تختلف طبعا منها اللي تكون اكثر مرونه واكثر اعتماديا. مثلا عندنا واحده من التصنيفات انه تكون الخضروات والفواكه عامل اساسي بها. زين، اني صح اخذ ممكن انه كل انواع الاغذيه كلها، ماكو عندي ما امنع نفسي عنها، بس شنو راح تكون فواكه وخضروات اكثر شيء بيها. راح يمتنع مثلا التصنيف الاول من اخذ اللحوم المصنعه، الزيوت او الدهون، وكذلك العصائر المحلاه او المشروبات الغازيه والاكلات الدسمه. نعم.
التصنيف الثاني ممكن يكون جماعه الفيجيتيريانز والفيجنز. الفيجيتيريانز هو ياخذون الخضروات والفواكه بس ممكن ياخذون منتجات بيها الحليب البيض بس ما يجون يم اللحوم. صح، الفيجيتيريانز يختلف عن الفيجن. الفيجن بين الفيجن يصير انه ياخذ كل الخضروات والفواكه ويبتعد عن اي شيء حتى المشتقات. زين، العفو، جروب ثالث يكون مثلا المرن اللي هو يعتمد على اعتماد الفيجنز والفيجيتيريانز، بس شنو من يشتهي مثلا برجر او يشتهي قطعه لحم او فتشي ممكن انه ياخذها. يعني هي تصانيف موجوده اللي تكون شويه اسهل، ومنها تكون لا ياكل يقلل لكن يمارس الرياضة. شوفي دكتورة، دوام الحال من المحال. أكيد. ما ممكن أنه نظام دايت مهما يكون هو مريح أو مهما يكون هو بي يعني مرونة يستمر فترة طويلة. صح. لأي إنسان حتى لو كان إنسان يراقب أكله ويحاول أن يسوي أكل صحي، لابد أنه يسافر ينعزم تطرأ على حياته. صح. أحداث فتغير أو تكسر من هذا النظام لفترة طويلة. فبالحديث عن النظام، ليش ما شوية نحكي عن نظام حياة هو بدون نظام؟ بالفعل بالفعل. هي يعني يمكن هذه الثقافة أفضل من أنه تحصر المقابل بنظام يحس أنه كأنما مجبور عليه. مجبور عليه فعلا. إحنا هذه السلوكيات مثل ما قلت لك السلوكيات الصحيحة اللي هي لازم تكون سلوك يومي، سلوك نعتمد عليه بحياتنا كلها. واللي منها شرب الماء، لازم أنا يعني أبدل هاي المشروبات الغازية أو المشروبات اللي ممكن تكون العصائر المحلى خاصة من العصائر الطبيعية أبدلها بالمي، والمي ممكن أنا أضيف له مثلا نكهات، ممكن أضيف له الليمون، ممكن أضيف له النعناع، ممكن أنه أضيف له حتى نكهات بسيطة بسعرات حرارية قليلة وأعتمده أنا كمشروب يومي. ممكن أنه أخلي لي مثلا أقلل أنا بصراحة قوية أنه أقلل الكربوهيدرات لأنه هي فعلا تكون غنية بالسعرات الحرارية وبالتالي هي سبب أساسي لزيادة الوزن وتراكم الدهون. ممكن أنه أنا أمارس الرياضة لمدة نص ساعة على الأقل يوميا، ما نريد نقول ساعة. هذه حتى تكون مثلا أول شيء راح تنطينا النشاط الكافي القيام بأعمالنا كلها، بالإضافة. صحيح. إلى أنه راح أنه تحاول أنه تخلي الوزن تنحت الجسم بصورة صحيحة ويكون مقبولة وحلوة. النوم أيضا من العوامل الأساسية طبعا. أكيد. صح، هذا نظام النوم جدا مهم. بالفعل، قلة النوم مثلا ممكن تكون عامل أو تغير شفتات النوم مثلا. تشوفين أغلب الأشخاص ما ينام بالليل، ينام الصبح، وطبعا هذه واحدة من العوامل اللي أصلا تزيد. أو السحر بدون فائدة بدون سبب. فعلا. لذلك هو النوم المبكر أكيد راح يكون مهم أو يكون مفيد جدا حتى نحصل الوزن المثالي. طبعا الدهون نحاول أنه تقلل، نعتمد على الفواكه والخضروات بأكلنا لأنه فعلا هي تعطينا الفيتامينات والمعادن اللي نحتاجها. طبعا هذه أغلب السلوكيات اللي مفروض أنه نحاول أنه نغيرها، نعتمد على الأكل الحلويات الأكلات الدسمة، نحاول أنه تكون قد ما يكون الأكل غذاء صحي مطبوخ بطريقة صحيحة مو مقلية. صحيح. نعتمد على المشوي يكون أفضل. القلاية الهوائية هم كلش كثرت بالبيوت العراقية، وهاي يمكن ثقافة جديدة يمكن آخر سنوات أنه الدهن قليل، الأكل كله ينشوي أو يتقلب بطريقة جدا صحية. وممكن نستخدم حتى بخاخ الزيت يعني حتى لا نخلي كمية زيوت عالية، يعني هو راح ينطينا نفس النكهة ونفس الطعام بالإضافة لأن تكون سعراتها أقل. فعلا يعني هي هاي من الأجهزة اللي مفيدة جدا للصحة يعني. صحيح. يعني احنا آخر شيء نريد نعرف من عندك آخر نصيحة للناس. آخر نصيحة طبعا أكيد الوزن المثالي مهم جدا، مو فقط للشكل حتى أنا يتقبلوني بيه الناس، لا صحتي أني حتى أحاول أقلل يعني من فرص إصابتي بالأمراض اللي هي أكيد الضغط والسكر والأمراض القلب والأمراض الأخرى بصورة عامة. فش قد إحنا بنعتمد السلوكيات الصحيحة اليومية هذه راح تكون تغنينا عن الأنظمة. ممتاز. إحنا كلش نشكرك. أني أشكركم. ونتمنى لك الصحة. أتمنى لكم نهار سعيد. في المسألة عندي سؤال. يعني ما أدري حتى يمكن تمام يسمعني، فقرة التغذية ده تجيني ريحة مخلمة هيك ما أدري. يعني همين مصعدة همين. هاي يمكن خلدون محضرنا بعد. أنا همين حضرت شغلاتي. بدي أذيني، ما دا يخليني أحكي يعني بصراحة بالتغذية. ما دا يخليك يعني إنه تقتنع بالكلام. عقلك بمكان وقلبك بمكان. إذا نروح فاصل شوف شنو قصة المخلمة ونرجع لكم.
بكم من جديد. طبعا احنا بكل يوم خميس نكون دائما على موعد ويا مواهب متعدده من ضمنها الموسيقى والفنون بانواعها. خليكم ويانا والى عالم الموسيقى. اليوم بين العزف والغناء حيدر البابلي راح يكون ويانا بهذه الدقائق ويطرح الموهبة عليكم وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك حيدر. أهلا بك حيدر. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. إن شاء الله بخير. والله بخير إذا أنتم بخير. ما دام السترة ماروني اليوم أوكي الأمور. حلو الماروني مو؟ أريد أعرف منك أنت عازف أولا لو مطرب؟ لا أنا بالحقيقة مطرب. إي. يعني من كنت بالعراق ساكن اول ما ايش تسوين؟ انا عايش بالمانيا. ها ما شاء الله. اي تعزف عود بالمانيا؟ تعلمت درست الفنون الجميله كملتها يعني درستها بالمانيا. اي وطبعا درست على ايد الاستاذ لطيف علي الدبو وبعدين استاذ مهند محسن. ما شاء الله. هو يعني دائما وياي هو الملحن يلحن الاغاني مالتي. حلو. مهند محسن نفسه؟ اي ياك هو ما عندنا ثاني غيره. يلحن لك؟ اي نعم. ما شاء الله. عندي اغاني ويا دوته وعندي. حلو حلو. نعم حلو. هذا موضوع كبير. زين انت حافظ اغاني مهند محسن؟ اكيد. والله؟ اكيد. اول البوم شنو المهند؟ اول البوم إيه؟ عزيز بس بالاسم هو نزل. إيه؟ يعني اول سنه ونص ما حاكيك تقدر تغنيها؟ والله شجاني وقلت لك شلونك؟ شوف مهند محسن إيه؟ موسيقار. إيه؟ يعني بحد ذاته لكن الاغاني الصعبه بصراحه ما اقدر اخربها بصوتي حرامات. لا طبعا انا اغني اللي اقدر عليه. يلا خلينا نسمع الشيء المهند. يلا اي الله. ما تشبه الناس من يام اللي انت وقول يا دين اضمك وين وانت بصدري انفاس ولو حكيك حد من السكاكين وشيلك جبل من الهم على الراس وضمك بالقلب لو عجزة العين صحيح انت حلو يا العراق وبالذهب تنقاس لكن ما أبيعك بالملايين يا ويل يا ويل يا ويل أنا اليوم أريد أحباب قلبي خلوا عليك يخافون حرس يحرسك مني وأهلك ترى ما يدرون حبك اللي مجنني خلوا عليك يخافون حرس يحرسك مني وأهلك ترى ما يدرون حبك اللي مجنني بس انت تدري البير صبرك علي شوية بس انت تدري البير صبرك علي شوية خليهم مش ما يحجون شحد ليبعدك عني. جميل جميل. بس احنا ما نريد هاي الاغاني
ريت ترجع بعدين يعني شوي ترجع لنا بالتسعينات اللي ورا يعني هي طبعا احنا طلعت. شوف الجمهور لين انت جيت قلت ورطت نفسك بمهند اي مهند محسن عنده جمهور نصين نص بعده يحب مهند ونص يعاتبه من قد ما يحبه اكثر يعني اللي يحب مهند اكثر هو زعلان على مهند محسن انه عافى بنص الطريق العتاب حلو فاي فانت يا ريت تعيد لنا هذه الاشياء يعني تراث مثلا هو اغاني مهند القديمه نريد نسمع اي مو كله مهند اي شويه هيك يعني زين عشان نرجع للمهند مو اكيد انت قلت انه عندك دويتو يا الفنان مهند محسن اي نسمع من عنده شيء اي ممكن نسمع من عنده شيء بما انه هي اغنيه مشتركه فلك انت حصه بيها هي غنيناها احنا للعراق اغنيه وطنيه من 2019 طبعا بثوره تشرين نعم راح اغنيها فالت بدون عيد بدون العفو عود لانه مترهم ويا العوديه يلا راح نسمعكم على شكل يعني بسيط هاي الاغنيه من الحان مهند محسن وكلماتي حلو احبك يا وطن بالفطره من الله ابونا انت يا غالي عليك اسم الله الك هالروح فدوه تروح لترابك ما نقبل غريب بعتبة أبوابك إلك هالروح فدوة تروح لترابك ما نقبل غريب بعتبة أبوابك أبو الغيرة العراقي محروس باسم الله أبو الغيرة العراقي محروس باسم الله جميل جميل أنا أريد أعرف حيدر شلون حياتك بألمانيا؟ يعني العراقيين دائما خاصة الجالية العراقية بأوروبا وخاصة ألمانيا يعني توجهون توجه يعني دراسة أشياء علمية فأنت شنو وضعك هناك؟ بصراحة احنا بألمانيا بكل أوروبا طبعا عندنا طاقات رهيبة يعني يعني أنا أحد جيراني اللي هو مصمم فولكس فاجن سيارة جولف اللي هو مصمم العلامة مالتها استاذ ريان من الموصل عندنا طاقات يعني كثيرة فاحنا دائما ريان عرفه جاي دائما بالضبط دائما العراقي ما اعرف الاجواء هناك اكثر العراقي من يطلع يبدع بصراحه يبدع انت احكي لنا عن ابداعك هناك انا هناك دائما يعني اسوي اشياء للجاليه العراقيه مثلا نجمعهم كل اسبوع عندنا ديوان الشرق الغربي في كولونيا انا عايش بكولونيا فنسوي اللي عنده مثلا يعرف بالالكترونيات اللي يعرف بالفن اللي يعرف بالصناعات اللي يعرف بالطب عندنا اشياء يعني حتى عندنا طبيب هنا فتحنا فرع بالعراق في النجف هو من النجف فتحنا مستشفى الماني بصراحه يعني مساعده الحكومه الالمانيه اكيد طبعا حلو فقدرنا نفتح فد شيء الجانب الطبي هنا الامسيات شلون هناك اوكي ماشي لو شوي اقل لا لا الامسيات زينه يعني بالحفلات احنا تعرف العراقيين نحب الامسيات الفنيه هناك دائما العراقيين يتجمعون حتى لو مكان بعيد اهم شيء شيء عراقي يروحوا له يعني صح صح زين وصار لك ايش قد ببغداد؟ والله ببغداد صار لي 3 ايام جديد شنو سبب جيتك لو هيك بس زياره لو اكو اعمال دا تخطط لها بالفتره الجايه جيت قبل سنه وسويت عمل ما كملته وان شاء الله راح اكمله بهاي الجايه بدي اصور ببغداد لانه دائما انا اصور هناك باوروبا فبدي اصور ببغداد حلو ما عندي اي عمل هنا بصراحه بالعراق شنو تحب من جيل التسعينات بما انه بلال يحب اجواء التسعينات ولو هي يعني احلى حقبه بالموسيقى وبالاغاني هي مال التسعينات فخلينا نعوف مهند أي. وننتقل لفنان ثاني أي. حاتم 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 يلا يلا انا كل شيء حب حاتم سفر كاف من الفراق تعال من السفر كاف من الفراق
تعال من السفر كاف من الفراق. قلت يوم وين لكن صار سنين ما هزك حنين ويوم تشتاق ولا قلبك يسألك صاحبك وين. أنا لجيتك يا بغداد هواي مشتاق ولك بالقلب شايل حب مجانين أريد أشبق يروح بروحك شباك وأريد أنقلب كل شوق وفتك عين. أحبكم كلمة ما تفارق لساني بعدكم ما عشيت عمري عساني. أحبكم كلمة ما تفارق لساني بعدكم ما عشيت عمري عساني. أحبكم ما أعيش بلا هواكم يظل محروم قلبي ما نساكم. أحبكم ما أعيش بلا هواكم يظل محروم قلبي ما نساكم. أبدكم قسمتي لإنسان ثاني بعدكم ما عشيت عمري عساني. احكينا عن اعمالك. تنا استراحه خليني نشرب ماي. استراحه. تعبت بلال. لا نتلاطف وياكم والمشاهدين اكيد. اريد نعرف شنو اعمالك، احكينا عنها حتى الناس تعرف يعني. اكيد انا عندي عمل احبك حيل وعندي عمل على المراه العراقيه نزلت. وعندي يعني خلوا عليك يا غفون، طبعا انا جددتها مال مهند محسن. عد توزيعها يعني؟ عد توزيعها، هو كان وياي بالاستوديو يعني، هو اي هو اللي صممها وعادها من جديد هو. حلو. اي موجوده نازله؟ موجوده على اليوتيوب. حلو. اي لعد ليش يعني ماكو انتشار لهاي الاشياء؟ والله بصراحه هو الترويج وال شلون اقول لك؟ يعني هسه السوشيال ميديا هي اللي بالضبط هي المشكله. شنو المشكله؟ المشكله انا ما عندي كان تواصل بالعراق صراحه اقول لك. اي يعني انا قبل سنه بديت اجي للعراق وبديت اتواصل هنا بالعراق، وهاي الاغاني يعني ما منزلها قديمه، يعني قبل سنه وسنه ونص وهسه نزلتها. يوتيوب خاص بيك؟ اليوتيوب قناتي بالضبط، يعني حيدر البابلي تطلع مهند محسن وكل الاغاني مالتي. فهاي الاعمال كلها بديت كنت اغني بالالماني يعني. ها؟ اي تشتغل هناك بالالماني ونطلع حفلات. اي حلو. يلا وصلت كونسرت. خلينا نسمع والله شيء الماني. اي فايت الدلل. فكنت اطلع ويا انا سويت فرقه موسيقى اسمها بابلون بنت، يعني فرقه بابل. اي فكنا نطلع نسوي حفلات خاصه بالتراث الالماني والعربي والعراقي. انا اريد اعرف شلون غنيت الماني، بالعود ولا بالات اخرى؟ يعني دلشت العود؟ لا ماكو بالعود، هو الالماني ما يغنى بالعود. ما ترهم؟ لا لا هم عندهم هناك اكثر شيء اللي لا لا ما ترهم، عندهم اكثر شيء. لا على شنو تعزف؟ درامز وكانت الات يعني غربي. غربي هم اكثر شيء. انت ما تعزف بس على العود؟ لا والله يعني اعزف شوي بيانو عادي، بس العود والبيانو مرافقه للغناء. اي بس من اطلع حفله اكيد يعني عازفين. إيه طبعا. إيه خلينا نسمع شويه الماني. الماني بعدين ترجم لي شلون؟ لا لا ما اريد بدون ترجمه. عندنا تمام يعني تمام عندنا مترجم الماني. حلو. اي المخرج. حلو راح اسمعكم مقطع من اغنيتي الالماني. عندنا فضول والله. اي لا تدللين. ماين هيرتس في كولن Das liegt wie immer, immer wie Köln, hier und jetzt. Du bist für mich die beste Stadt, du bist für mich die erste Stadt. Mein Herz für Köln, das liegt für immer, immer in Köln, hier und jetzt. طبعاً هذه الأغنية راح أعطيك شوية من الترجمة مالتها اللي هي تقول قلبي ينبض إلى كولونيا.
زين انت اول مدينه هاي انت كاتبها لو اي لاني يعني اول ما وصلت المانيا لهاي المدينه وصار لي سنوات طويله بهاي المدينه ما طلعت حلو نحن نوصفها مثل بغداد ليش تعلق ايش قصار لك بالمانيا اكثر من 12 سنه اه ما شاء الله ايه. بس اللغه الالمانيه يعني مو لغه رومانسيه وادبيه يعني الجانب الادبي بيها بسيط مو مثل غير لغات فشويه يعني بيها رومانسيه تحس بيها رومانسيه والله مو هو مفهوم الرومانسيه ممكن يختلف كل بلد عنده مفهوم شيء ثاني كل لغه بيها رومانسيه اكيد ولكن انت بالسمع كانسان شرقي لما يسمع الالمانيه صعب انت وصلت لهاي المرحله اللي تحس اكو مشاعر باللغه الالمانيه طبعا حلو يعني اذا انا من انام يعني من انام من على المخده وافكر افكر بالالماني ما اعرف افكر بالعربي افكر بالالماني حلو طبعا رحت لك صغير شلون يعني تفكر بالالماني يعني هسه تم تنام مو تقول باكر اروح للشغل باكر اول ما اروح الشغل لازم امر على فلان مكان هذا تحول اني افكر يعني احكيها بيني وبين نفسي احكي بالالماني لأنني اول ما رحت بلدتني عائله المانيه اذا حبيبتك المانيه احنا العراقيين ما عندنا حبيبه واحده احنا عندنا خير من الله ها اي المانيا من دراسنا احنا بصراحه لا هذا تشويه سمعت الرجال العراقي والشاب العراقي الشاب العراقي وفي وعنده حبيبه واحده وزوجه واحده وابد من فكر باوع على الثانيه احنا بالمدرسه من دراسنا احنا صغار هناك ايه بالمدرسة ما كنا نعرف يعني تثبت على حبيبة وحدة وما أعرف شنو كنا نصادق صداقة يعني ايه وهذا واحد هاي ايه بس أنا يعني ثبتت حبيبتي على العراقية بس آخر شيء ها حبيبتي الألمانية ايه وإحنا وصلنا لمرحلة ما لقينا مثل بيت البلد بصراحة شيء والله أقول لك ما عندهم رومانسية هو مصر يقول أكو رومانسية باللغة الألمانية وبال كل واحد نظرته يعني بس إيه. بس إحنا ثبت ليش أقول لك يعني ثبتنا فقط على العراقية لانه بيت البلد ما تتعوض بصراحه ليش لان انا من اجي مثلا من الشغل تعرف حتى لو عشت سنوات طويله هناك على الاقل بالاسبوع مره مرتين لازم تضرب ثريت لازم تاكل تمر ومرقه ايه صح وما قضيها اندومي يعني تعمد الاكل مو بس عمد الاكل الكلام يم يعني الكلام زين كل شيء عراقي ماكو مثل ابد شنو تقول لحبيبتك سمعنا شيء هي ايه حبيبتي بعد هذه يعني انت بتسمع اي كيفك يعني باي لغه طبعًا. باي اي لا تحكينا هي عراقيه بعد اي خلاص مو جهال احبك لو يقطعوني احبك لو يقطعوني احبك موت وزياده هسه قلت استوى قلت احب خمسه مدري سته وهسه ثبتنا على وقتنا واذا مره تحبني انت احبك عشره احبك ميه وزياده احبك ولي يحب لو وغيرك ما الي اراده اجيب مهرك قلبي وصوغ عيوني قلاده واحرق قلب كل شامت واغني لك على عناده اعشقك عشق بغداد يموت بعشق بغداد وسمعك كلمة حبيبي ولك عيني ولك دادة وحط حبك بنص قلب عن عيون حسادة وغطيك برمش عيني وصير لراسك وسادة أحبك لو يقطعوني أحبك موت أحبك موت أحبك موت وزيادة الله. يعني شوف حدر أنت خربتها بس هو بالغ لا بالحب. هو خرب في اللقاء مالته ايه؟ شغلة ايه؟ بس رجع صلحها بهاي الأغنية ايه يعني ايه شوف اللقاء كامل وتعرف أنه عندك خمسة ستة يعني أنا قلت لك من البداية ما قلت لك هسه ها هسه لا يا بس ايه من ناجي ثبتنا على العراق شلون طلبوها بدل طبعا هو شوف ايه اختلاف يا حيدر وهذا ذكر أول ما يعني قبل ان نتزوج سويت اغنيه على العراقيه بصراحه اقول لك الاغنيه اسمعكم مش مقطع ايه شكوش تريد مني هاي البنيه
هاي على المانيا. اي تدرين قاف القلب على العراقيه حب وحنان وفه شوق ودفء وعاطفه اول احساس حلوه مو طبيعيه فديت انا يمها العراقيه. الله بس ما ذكرت الاكل بس حب وحنان واكل المفروض تقول تقبل شوية قلت تشريب إن شاء الله نرجع حط بيها تشريب وأندوم وهذا اسمه إيه. تحب الأول ما أدري جزء شرقي يحب المعدة ومعدته لازم لا لا أنا بصراحة أنا ما أحب الأكل بس جبت لك هذا كمثال إيه. أنا ما أحب الأكل يعني هنا صار ثلاث أيام تعبت والله تعبت من الأكل ما أكو حد شي واحد يأكل بيتريق يقول شو مسوي من غدا اليوم يا بعدنا نتريق أنا احنا عندنا ما نعترف لا بطلعه ولا بقعده ولا بحفله ولا بعزيمه يعني مثلا جلسه اذا ماكو اكل بالموضوع أي هو الاكل هو اللي يجمع الكل متعارف زين حيدر سؤال اخير اريد اعرف شنو الجاي شنو عندك شنو راح تشتغل اعمال بغداد او افكار قادمه شوف انا بصراحه اقول لك انا عندي امهات اثنين جاي ازورهم بالاول زين الام الاولى هي بغداد والأم الثانية هي أمي. حلو. أهم أشوف الوالدة وهم بغداد أنا ولادتي الحلة. زين. نعم. بابل. وعدي أعمال هنا إن شاء الله راح تكون. حلو. وعدي لقاءات بعض القنوات إن شاء الله. ممتاز. ممتاز. راح ممتاز. بالأخير حيدر نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. وسعدين بوجودك أنا أكثر إن شاء الله يكون يومك طيب شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا شكرا مشاهدينا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم رجعنا وياكم مشاهدينا وصلنا إلى فقرة تواصل ورح نشوف شنو هي آخر الأخبار اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث إذن مشاهدينا بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى طاري مواقع التواصل الاجتماعي صحيح شوية هاي الأيام متغيرة مواقع التواصل الاجتماعي أكو يعني صراحة هدوء كواية ناس انسحبت من مواقع التواصل الاجتماعي لا أنت قلت لي حكاية نظيفة صارت نظيفة قلت لي إنه تيك توك صار نظيف إيه فعلا تيك توك يعني فارغ. تحس أكو شيء يعني تنظف أكو هيجي أكو شكل جديد يعني إن شاء الله نتأمل إنه الكل لا تنسحب بالعكس غير من نفسك وارجع قدم شيء حلو قدم شيء مناسب يليق بيك ويليق ببلدنا هذا اللي احنا اللي اي فريمه او اي ثانيه انت تنشرها راح توصل لاغلب البلدان اللي حولنا منذ ايام واحنا نتابع الحمله اللي اطلقتها وزاره الداخليه لمتابعه المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي اصدر مجلس القضاء الاعلى اجراءات مشدده بحق اصحاب المحتوى المسيء للذوق العام وبحسب بيان صادر عن القضاء أن الأخير لاحظ استخدام مواقع التواصل لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية إضافة لذلك لذا اقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام طبعاً إلى مواقف يعني صراحة هذا يمكن هذا أهم خبر بالسوشيال ميديا خلال فترة بلال بس أكو نقطة مهمة يعني حتى نكون صريحين ويا الناس مريد المجاملات هؤلاء اللي أنتوا وإحنا كلتنا نوصفهم إنه هم أخلوا بالذوق العام ونشروا محتوى سيء مو ذنبهم وحدهم ذنب الناس كلهم ليش؟ لأن إحنا اللي سوينا لهم لايكات وإحنا اللي صعدناهم وإحنا اللي نعلق لهم ونتابعهم ونزيد التفاعل عندهم لذلك إحنا سوينا لهم أرض خصبة لأنه يجي قام ياهل يجي يريد يسوي شيء تافه حتى ينتشر بس بالفترة الأخيرة بلال الموضوع كلش انحدر لدرجة أنه بسبب يعني الناس. من الدخل إحنا فرحنا بهذا القرار بس الناس هي السبب أنا أدخل أنا سويت سيرش على أغلب الناس اللي مسوين مو بس يعلقون هسا إذا تعليق نقول هذا التعليق مثلا دينتقد
بس لقيت لايكات، اللايك يعني اعجاب. انا معجب بهذا المقطع اللي نازل. لقيت ملايين اللايكات، منو هاي؟ من القمر دول اللي سووا لايكات؟ من الناس. هاي الناس، الناس هي اللي صعدت هؤلاء اللي صراحه اللي شوهوا. على العموم كافي يعني، عرفوا لمن يتابعون، وثاني شيء عرفوا لمن يسوون لايك هذا، لان هذا ياثر وينطي إعاز للمقابل انه استمر. واكو شغله كلش مهمه، يعني هو مو الا انه انت تقدم محتوى بعلم وبادب وب، لا لا بس لسي اكو حتى المحتويات الترفيهيه اللي ضمن خلينا نقول الفئه الترفيهيه، اكو كثير موجوده مواقع وشباب وشابات يقدمون محتوى مسلي ضمن احترام الذوق العام، الاخلاقيات، العرف الاجتماعي. لا تروح الى هيك مواقع وشخصيات تافهه ومبتدئه. على كل حال هذا الموضوع صار رادع للكثيرين، وإن شاء الله تبقى السوشيال ميديا أو التيك توك خاصة بالتحديد هذا التطبيق يبقى نظيف ويكون واجهة حلوة ولطيفة عن الشباب العراقيين. ننتقل إلى خبر آخر. إلى مواقف الفنانين المتضامنة مع الزلزال المؤلم في تركيا وسوريا، أعلن الفنان حسام الرسام تأجيل حفل في العاصمة بغداد، ونشر صورة على موقع الرسمي إنستغرام كتب بها إجلالاً واحتراماً لأرواح الضحايا الذين ذهبوا ضحية الزلزال المدمر الذي ضرب منطقتنا، ولقدسية هذه الأيام تقرر تأجيل الحفل. وفي موقف آخر، قررت الفنانة رحمة رياض والفنان اللبناني نصيف زيتون تأجيل حفلهما المشترك في أبوظبي بيوم 11 من هذا الشهر، وذلك نظرا للظروف المأساوية والمعاناة التي يعيشها الأشقاء في سوريا وحتى في تركيا. من سنوات قديمة معروفة أنه الحيوانات عادة تنذر الإنسان على ما يبدو بوجود خطر وشيك في الفترة التي تسبق وقوع الزلزال أو الكوارث الطبيعية مباشرة، ولاحظنا هذا الشيء خلال الزلزال اللي ضرب تركيا. وفي مقطع فيديو متداول ظهرت مجموعة من الطيور وهي تطير في ساعات مبكرة من الفجر وهي مضطربة قبل وقت قليل من وقوع الزلزال في منطقة عنتاب. يا ريتهم لو منطين إشارة شوية أكثر وضوح. خلينا نشوف الفيديو. إلى الخبر الأخير في التواصل، بدأت منصة التواصل الاجتماعي تويتر اختبار التغريدات المطولة اللي تصل حتى 25,000 حرف، حيث حصل بعض المطورين على هذه الميزة لاختبارها. ونشرت مطورة البرمجيات جين مانشون على حسابها في تويتر تغريدة طويلة تصل إلى أكثر من 26,000 حرف، لكن يبدو أن تجربة التغريدات المطولة لم تعجب مستخدمي تويتر، حيث علق العديد من المتابعين بردود سلبية. صراحة معروف على تطبيق تويتر أنه هو تطبيق مقتضب بالأحاديث والكلام، وهو يعتبر مثل منصة واحد يرسل بها العناوين والأخبار المهمة، صح. مو السوالف والجدل، خاصة هو الجانب السياسي أكثر شيء. صحيح. إذن معروف أنه العراق له باع طويل بالموسيقى والفن، يعني مو باع طويل، هو الآلة اللي انصنعت هي الآلة السومرية بالعراق، يعني هناك آلات تصنع في العراق منها العود وأيضا الربابة اللي هي آلة شعبية تصنع بجهد شخصي ربما لا يحتاج إلى الكثير من لا يحتاج إلى الكثير، لكن أكو أشخاص مختصين بصناعة الربابة راح نشوف أحدهم بهذا التقرير.
هلي هلي يا ابو هلي يا مركب بالبحر ما مال يا ابو يا ابو مركب بالبحر ما مال يا ابو فهدي ابو قلب طال الحمل ما مال شكرا لمراسلنا في صلاح الدين محمد عبد القادر على هذا التقرير وعلى إظهار الهوية الموسيقية جزء من هذه الهوية لهذه المدينة. دائما أهل صلاح الدين معروفين بحبهم لهذه الموسيقى وخاصة لآلة الربابة وظهروا من عندهم فنانين كثيرين وأسماء مهمة. إذن من الفن بالغناء والموسيقى إلى الفن بالبشرة والاهتمام بالشعر والبشرة وخاصة للبنات اللي 24 ساعة مهتمين بشعرهم وعايفين شغلهم وعايفين دراستهم وعايفين كل شيء ومقابلين المراية وقاعدين وش قالت التصبغات وش حكي ما أعرف شنو وجيب الخيار وخلي البوتيتا وجيب هذني العلب اللي ما أعرف أنا ما أعرف أسماءهم بس هاي المقشرات والما أعرف شنو كلهن ومجموعة من الاهتمامات والهوس حول الشعر والبشرة وهذا حق وهذا جميل بالمناسبة حتى يطلعون بأجمل شكل. إذن اليوم عندنا ضيفتين راح يكونون بعد ثواني ويانا. وعن موضوع البشرة والشعر يعني هم أكثر شيء الناس يهتمون به وخاصة النسوان أو البنات لأن الرجال بس شوية يخف شعره إذا عنده شنفلس يروح يزرع ويحل الموضوع لا يحط أبر ولا أمبولات ولا شيء. دائما هذا الموضوع هو من حصة المرأة اللي هي حصة الاهتمام والعناية بها وهذا الاهتمام والعناية يحتاج إلى أنه شخص أو البنية تروح لأصحاب الاختصاص اللي عندهم خبرة اللي عندهم النصيحة اللي يقدموا لها النصيحة الكافية بهذا الموضوع. واليوم ويانا خوات اثنين شابات عندهم خبرة بهذا المجال نرحب بهم هبة علي اختصاص نعم. بالشعر وفرح العفو البشرة وفرح علي انتو خوات صح؟ صحيح. اختصاص بالشعر راح نبدي وياك هبة ونحكي شوية تفاصيل عن البشرة وبعدين ننتقل لفرح شوية هم نحكي عن العناية بالشعر. بداية هبة مشاكل البشره كل شيء هوايه البنات اليوم يعني تشوفون الحماس مال الاريج طبعا شوف الحماس قاعده موصل حياتها ما صارت متحمسه بموضوع ثاني شوف الحماس قاعده مع صديقات بالضبط. هبه بالبدايه خلي شويه نحكي على موضوع البشره. البشره العنايه بها ينقسم الى قسمين، قسم العنايه بالبيت والقسم الثاني الى اذا الموضوع يحتاج انه تلجأ للمراكز والحقن وهذه الأمور. خلي شوي نبدي من البيت وبعدين ننتقل إلى موضوع يكون طبي أكثر. تمام. إحنا بالنسبة للبشرة نحكي عنها كفكرة مبسطة حتى نفهم شنو البشرة وليش دا نعتني سواء بالطبقة الخارجية للبشرة وليش راح نلجأ إحنا نروح لعيادات أو مراكز أو أصحاب خبرة بالبشرة حتى نلجأ للحقن. احنا نعرف يعني البشره بها ثلاث طبقات، الطبقه السطحيه الخارجيه عندنا وعندنا طبقه الادمه والطبقه الداخليه اللي هي بالبشره. كل طبقه هي مسؤوله عن شيء بس ثلاثتهم هم الانعكاس الخارجي انه طبعا هي البشره بشكل يعني عام هي اول وسيله دفاعيه للجسم فهي اول خط دفاعي للجسم من كل شيء. شنو رايك بالتقشير؟ بفترة الشتاء مناسب أكثر من الصيف؟ طبعا هو إحنا نفضل التقشير بفترة الشتاء أكثر من الصيف وطبعا التقشير هماتين أكيد مو بإسراف لأنه إحنا نحتاج هاي القشرة الخارجية اللي تتكون للبشرة حتى أيضا تحمينا من البكتيريا من العدوى إلى آخر تجدد الخلايا بالبشرة فإحنا أكيد يعني مع التقشير بس مو الإفراط
بالتقشير. البشرة يعني مثل ما قلت لك العناية الخارجية عناية جدا بسيطة، يعني أنا دائما أقول لهم أهم شيء عندك المرطب وعندك واقي الشمس، هذين أهم شغلتين تنظيف طبعا أساسية طبعا أكيد. يعني والغسول الصحيح الغسول للبشرة بالضبط مهم حسب نوع، أكيد حسب نوع البشرة هذا كلش يخدمني وينقلني، فد نقلة كلش مهمة بالبشرة الدهنية الحساسة الجافة أنه أنا أختار غسولي المناسب، حتى أنه هاي أول خطوة للاهتمام. الطبقة السطحية هي عادي روتين عناية يومي منزلي نقدر احنا نوفره بمنتجات معينة خطوات معينة بسيطة ما نحتاج بيها فد صعوبة انه احنا نطبقها بالبيت. ونجي الى طبقة الثانية بالبشرة، لا هذه راح ندخل في تفاصيل ثانية احنا قبل ما ندخل بالتفاصيل الثانية. هاي الاشياء تنطبق على الشعر والقشرة اللي بالشعر بالضبط. هو خلي احنا نتفق اول شيء قبل ما نحكي على مكونات الشعر وشلون نعتني بيها. الشعر والفروة الراس هي بشرة حالها حال البشرة، الأكل الصحي أثر عليها والعناية أيضا تأثر عليها، إضافة إلى الطرق شلون أنت تعتنين ببشرتك. إحنا مثلا إحنا كبنات نتعرض أكثر لأضرار شعر اللي هي الحرارة مثلا أو الغسل بشكل يومي بالضبط، وأشعة الشمس هم كلش ضرورية، فهن يعني الشعر والبشرة متصلات سوا واثنيناتهم متصلات بالجسم، يعني ماكو واحدة بشرتها تكون صحية ونظرة بدون ما لازم شعر. يكون شعرها طبعاً. صح بس بالنسبة إذا نحكي عن البشرة والشعر مثل ما ذكرتوا أنه هو العامل المشترك، يعني حتى الحقن هو مشترك، البلازما اللي تنحط بالضبط. على الوجه هي تنحط على الشعر صح. الميزو وباقي التفاصيل اللي هي عبارة عن فيتامينز وهاي الأمور هم تنحط على البشرة وتنحط أكيد. على الشعر، يعني تنحقن العفو بالشعر. شوية خلينا نحكي على العناية بالبشرة وبعدين أيضا ننتقل للعناية بالشعر عن طريق هذه الحقن وأمور الأبر. أكيد إحنا ليش أصلا نلجأ إلى أنه إحنا نحقن؟ يعني هاي الفكرة الأساسية اللي إحنا لازم نعرفها. ليش إحنا قلنا مثل ما نعرف إحنا لا أكلنا صحي ولا شربنا للماء منتظم وصحيح ولا دا ننطي الجسم الكافي. مرات الإنسان هو تكون يعني بشرته ضعيفة، يعني أو الفروة الرأس تكون ضعيفة على الشعر وحتى على البشرة تختلف، بس هي بشكل عام أنت إذا غذيتي نفسك صحيح وشربتي ماء كافي وانطيتي العناية الصحيحة أكيد راح تحصلين نتيجة كلش تمام. بس مثلا إحنا بالنسبة للبشرة إحنا أصلا نبلش من عمر 18 سنة إحنا نبدي إنتاج الكولاجين والإلاستين بالبشرة يبدي قل عندنا، إلى أن نتقدم بالعمر يبدي قل يقل. شلون نعوضه؟ احنا حاليا احنا نقول مثلا بالدرجه الاساسيه احنا نعوضه بالتغذيه الصحيحه وبشرب الماء الكافي، بما انه احنا يعني الظروف مو قاعد يقولون هاي العظام جيبوا لا مو عظام فوروها عظام يعني هو لا يقولون هذا يعني اطباء مو صح يعني. انت تعرف انه يعني البشره كلش صعبه، يعني تحتاج كميه من الترطيب والكولاجين حتى انت تشوف بها هاي النضاره وتاخر عندك التجاعيد فتره اطول. فاحنا يعني بالعكس هذا كلش موضوع الحقن والمراكز كلش خدم يعني ينطي نتيجه سريعه ويعوض. وهو بالاضافه انه المواد راح تكون هي اصلا مواد يعني موجوده سابقا بالجسم، يعني احنا الهايلونيك اسيد هو مكون اساسي بالبشره يحافظ لنا على رطوبه البشره ينقل لنا الماء اصلا. انا احس اكو اختلاف بالراي بينكم يمكن فراح تميل للطبيعي الطبيعي صح. اي بس المشكله احنا يعني هوايه ما عندنا وقت تميلين للصرف ما عندنا وقت شوي خلينا نيجي على الاقتصاد وضع الدولار صاعد شلون اعتني اني بشعري كبنيه مثلا بالبيت وما عندي الامكانيات اللي كلش عاليه اروح بيها للمركز. اولا طبعا هو سالك من ناحيه موضوع الماده لانه هو اللي حيصرف مثلا راح يصرفون لا والله مو بس يعني بس اغلب البنات هسه احنا يعني مثلا اغلب البنات ما عندهم هذيك الامكانيه خلينا نقول لا مو بس الامكانيه يعني دائما الشيء الطبيعي هو اسلم يعني هو أأمن احكينا مثلا اني اذا اريد احافظ على شعري وشون اخليه يعني يظل صحي وناعم مثلا او بلمعه خلينا نقول هاي اشياء بسيطه اشرب مي كلش هوايه لانه الترطيب الشعري يبدي من المي ويبدي من الداخل اشوف فيتاميناتي اني كامله لو مو كامله اذا هي تحاليل مثلا نسويها بسيطه الحديد والزنك
دي 3 ها كلش مهمات إضافة للأكل الصحي، ولأن الشعر عبارة عن بروتين متكون من كرياتين. الكرياتين نوع من أنواع البروتين، إذا أريد أعززها أعززها بالأكل اللي هي اللحوم مثلا، الألبان الأجبان هاي تعزز البروتينات. هذا الشيء الداخلي أحافظ أني على نفسي أو أحافظ على أكلي الصحي الداخلي. يبقى شيء اللي هو العامل الثاني، العامل الخارجي، أقل الحرارة قد ما أقدر، إضافة إلى الزيوت الطبيعية. الزيوت ايش راح تسوي؟ من حطها على الفروة الراس راح ترطب الشعراية وترطب الفروة، تحفزها على انه تكون رطبة على مود من تنمو، او مثلا من احنا نمشط او شوف شو نسوي ما تتكسر. فبالتالي يقل التقصف وتظل البشرة رطبة وناعمة. أنا واحدة من الوصفات الطبيعية اللي كنت أسمع بها إنه مي البصل، يفوحون مي البصل ويصفوه ويحطوه على الرأس، يعني فد هيك ربع ساعة أو نص ساعة بعدين ينغسل. أي إنه يفور الشعر عادي؟ أي كلش عادي. مي التمنهم أي مي التمنهم هنا يعني كلش مفيد، لأنه راح يأخذ كل الفيتامينات خلينا نقول الطازجة ويغذي بها الشعر مباشرة. ممتاز. حلو. بس مو كل الزيوت ترهم للشعر. صح. وطريقة استخدامها يعني يعني في كم زيت إنه أهم شيء ما يكون كلش ثقيل، يعني مثلا أكو إحنا كثافته مو عالية. أي مثلا إحنا كنا هابين بهذا مال الزيت مال الخروع اللي هو كلش ثقيل وكثيف، فمن نخليه راح تثقل الشعرايه او تثقل البصيله فراح يسبب تساقط. لازم يتخلى مثلا زيت جوز الهند كلش مفيد للشعر، لان هو ما بي لون وما بي ريحه وخفيف. لازم حقيقي كلش. طبعا احنا كلش نشكركم، وبنفس الوقت انا مع يعني دكتوره هبه هم يعني كلامها صح، لانه الاشياء اللي يعني تجيب نتيجه اسرع هم مهمه. احيانا الاشياء الطبيعيه يراد لها وقت. صح يعني يراد لها خلق ووقت. اكو ناس ما يتحمل الوقت. كلش اشكركم واتمنى لكم وجه جميل وشعر ممتاز. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا اريج راح تختم. اذا مشاهدينا نلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. مع السلامه.